ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ احنا لازم كل واحد فينا يبني بيت لنفسه، بس لازم البيت يكون قوي ومتين علشان مفيش حاجة تقدر تدخله وتأذينا، ولازم لما نعمل حاجة نعملها كويس. طبعا طبعا، انا هروح اجهز حاجات علشان ابني البيت بتاعي، وانا كمان هجهز حاجات علشان ابني بيتي. انا هروح اجيب قش علشان ابني بيه البيت بتاعي. انا فكرت وقلت ان القش هيبقى سهل عليا وانا ببني البيت. وانا كمان هفكر في فكرة هروح اجيب حاجات علشان ابني البيت بتاعي. انا جبت خشب علشان الخشب سهل وفي نفس الوقت يقدر يستحمل شوية. ياه، انا تعبت قوي عبال ما جبت الطوب ده. انا جبت طوب علشان ابني بيت قوي وجامد ومحدش يقدر يدخله. الله، البيت بتاعي جميل. انا بنيت بيت من القش حلو قوي. وانا كمان بنيت بيت من الخشب علشان اعيش فيه. وانا كمان بنيت بيت من الطوب علشان يبقى قوي ويستحمل. ايه يا اخواتي، عاملين ايه؟ عملتوا ايه في البيت اللي انتوا بنيتوه؟ انا بنيت بيت من الخشب علشان يستحمل. وانا كمان بنيت بيت من القش. وانت بنيت ايه؟ انا بنيت بيت من الطوب علشان مفيش حاجة تقدر تدخله، بس البيوت بتاعتكم دي ضعيفة، كان المفروض ان انتوا تقووها علشان تحميكوا. ايوة، واحنا ايه يعني اللي هيحصل لنا؟ احنا لسه هنجيب طوب ونقعد نبني ونعمل حاجات كتيرة. الخشب سهل عليا. وانا كمان القش سهل عليا. وانا ايه يعني اللي هيحصل لي؟ انا هدخل انام بقى في البيت بتاعي. انا كمان هدخل انام في البيت بتاعي. وانا كمان هنام في البيت بتاعي، وهجرب كده هشوفه هيحميني ولا لا. ها ها ها، انا الذئب الوحش، هروح اشوف في الغابة في ايه علشان اكله. انا سامع صوت خروف هنا جوه البيت ده، بس البيت ده ضعيف جدا، انا ههجم عليه وهاكله. هم، واو، المرة اللي فاتت الخروف كان طعمه جميل قوي، واكيد في خروف تاني في البيت ده، انا ههجم عليه وهاكله. بس البيت ده صعب شوية عن البيت التاني، بس هحاول ادخله علشان اكل الخروف. الله، الخروفين التانيين كان طعمهم جميل، بس انا لسه مش بعتش، عايز اكل الخروف التالت. انا ههجم على البيت ده كمان علشان اكل خروف. ايه ده، البيت ده صعب قوي، انا مش عارف ادخله. انا حاول ادخل من فتحة المدخنة. الحقوني الحقوني. انا نمت كويس جدا في البيت بتاعي ومفيش حاجة جات عندي، بس انا كنت سامع صوت الذئب وهو بيحاول يدخل عندي، بس معرفش ومات علشان راسه اتحشرت في المدخنة. بس يا ترى اخواتي ايه اللي حصل لهم؟ خلاص اخواتي ماتوا، الله يرحمهم، بس هم ما بنوش بيت كويس علشان يحميهم، والمفروض كل واحد فينا لما يعمل حاجة لازم يعملها بإتقان، علشان كده انا قلت لهم يعملوا بيت قوي. وانتوا كمان يا اصحابي لما تعملوا حاجة اعملوها بإتقان. وتوتة توتة، خلصت الحدوتة. مع السلامة يا اصحابي.